إذا رأيتم أن المحتوى هاتف وينتفع به الناس فالمرجو تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. فالله سبحانه وتعالى ذكر الغاية من الخلق للإنس وللجن والإنس، فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا، فهذا نوع حصر، إنه استثناء جاء في سياق النفي فهو يفيد الحصر، أي ما خلقتهم إلا لهذه الغاية الوحيدة، أي أن الإنسان والجن كذلك، لكن خطابنا الآن للإنس، لأن الجن والإنس ما خلقهم الله عز وجل إلا ليتحققوا بغاية وحيدة، ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى. ولا تصلح عبادة إلا بالتوحيد، كما أنه لا تصلح صلاة إلا بطهارة، لا تصلح عبادة إلا بتوحيد. والتوحيد هو أصل العبادات، وهو الذي تنحدر منه العبادات كلها وإليه ترجع، وبه تصح وبدونه تبطل. يقول الحق سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه ومخاطبا الأمة بالتبع، فعليه أن يستحضر ابتداء أن هذه التاء اللي هي للفاعل المخاطب، لئن أشركت أنت أيها المخاطب، فليقرأ الآية كأن الله يخاطبه بها وهو كذلك مخاطب بها. يقول الحق سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، بمعنى أنه بدون تحقيقك للتوحيد فعبادتك كلها محبطة عياذا بالله. لئن أشركت أي لئن خالفت التوحيد، لئن أشركت ليحبطن بجميع المؤكدات على فعل الإحباط، نسأل الله العفو والعافية. يقول تعالى إن شركت ليحبطن عملك. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.